واي الآن في مكان معزول تمام. الآن راح نأخذ مشترك ثاني يتفضل معاي. تفضل معي مفلح. زعلان من شيء مفلح؟ لا والله ما زعلان بس برد عشان. لا لا عادي عادي بلا استعجل مفلح. يلا يعني بداك همشي يا جماعة. هذا أنا أقول الوضع أريحي بس ما في النفوس شيء ولا لا؟ ما يحتاج. الله يبيض وجيهكم. تعالي مفلح مساك الله بالخير. مرحبا مفلح. الأسبوع الماضي ما كنت نمونيا صح ولا لا؟ الحمد لله. تتوقع أنك تكون نمونيا الأسبوع هذا؟ والله كل ما يبي نمونيا بس إن شاء الله إني ماني متوقع. طيب بإذن الله إني ما أدري كل شيء مكتوب. مساعد حيفتح الهنجر هذا. افتح افتح راح تغادر في المكان. نبيك تروح للسجن. الله يكفيك شر السجن. ها في شخص ينتظرك هناك يبيعك ظرف. معي شيء ولا شيء؟ لا لا ما معي شيء. بيعطيك ظرف. ظرف بس ظرف مضبوط. بيعطيك الظرف ثم تتوجه للدائرة هو علم نتيجتك. الدائرة اللي عند القهوة. ايه تفضل بسرعة معك دقيقة ونص. سكر الباب بعد ما يطلع مساعد. توكل على الله يا مفلح لا تطالع. يلا سلم عليه فكني منه. لا والله فكني منه. الله بسلم عليك انت. الله يبقيك. كيف الله يطول عمرك. فكني من ذلك يا اخوي. لا لا فكني منه. وراك يا اخوي فهد ايش اول مره في حياتي يشيل لي فهد. لا والله ما ابي امس يا ابن حلال. فكني منه. لا والله فكني منه يا راجل. الرجال قال تعال السجن. والله ما ادري ايش عنده. ايه في ورقة صح. وين حطوها؟ ها؟ لا حول. السلام عليكم. مساك الله بالخير مفلح. مرحبا ومسهلا. كيف الاجواء عندك؟ والله الاجواء الحمد لله طيبه ممتازه. الحمد لله الحمد لله. مفلح افتح الظرف بسرعه يا مفلح. افتح. ايه وش مكتوب؟ الحمد لله مبروك. طبعا الشباب يشوفونك لكن ما يشوفونك. لكن انا ما ادري. لكن انا الوحيد اللي ادري وش اللي صاير معك. روح الهاي بوينت. ها بسرعه يا مفلح. المخرج عطني هواء عطني صوت. روح هاي بوينت يا مفلح. مفلح يا مفلح. طيب المتسابق الثاني يا شباب ارجع واقول صوت الصوره. الصوره معي يا شباب. الصوت الصوره معي يا عبد الله. معي. طيب معي صوت الصوره يا شباب. طيب ركزوا معي يا شباب جميعا. انا عزلتكم عن المنطقه الخارجيه لانه الشباب يمكن تسمعونهم بس ما تدرون وش اللي صاير برا.